النشرة الرئيسية الاقتصادية لهذا اليوم، مرحبا بكم. دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قراره إنقاذ شركة جنرال موتورز قائلا إن السماح بانهيارها كان سيتسبب في أضرار هائلة للاقتصاد الأمريكي، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في قدرة الشركة على التعافي من جديد. كما دافع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن مشاركته في إنقاذ شركة جنرال موتورز، معتبرا إياه مؤسفا لكنه ضروري لتجنب زوال الصناعة ومئات الآلاف من الوظائف في كندا. عقب إعلان إفلاسها، أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ثقته في قدرة شركة جنرال موتورز الأمريكية لإنتاج السيارات على التعافي من جديد. وفي تصريحات له بالبيت الأبيض، أكد أوباما أن شركة جنرال موتورز لديها فرصة قوية للتعافي من خلال مجموعة من الخطوات التي تشمل ضخ المزيد من الاستثمارات من جانب دافع الضرائب وتقديم تضحيات من جانب حاملي الأسهم، علاوة على وضع تخطيط بعيد المدى لإقالتها من عثرتها. ودافع أوباما عن قراره إنقاذ شركتي جنرال موتورز وكرايسلر قائلا إن السماح بانهيارهما كان سيتسبب في أضرار هائلة للاقتصاد الأمريكي، مؤكدا أن خطط إنقاذ جنرال موتورز قابلة للحياة وواقعية. إن انهيار هاتين الشركتين كان سيؤدي إلى نتائج مدمرة على عدد لا يحصى من الأمريكيين، وإلى أضرار هائلة على اقتصادنا تصل إلى ما هو أبعد من صناعة السيارات. من جانبه، أعلن المدير العام لشركة جنرال موتورز فريدز هندرسون أن إشهار إفلاس الشركة الذي سعت إلى تجنبه طوال سنوات سيمكنها من حل مشاكلها بطريقة دائمة. وبموجب خطط الإنقاذ الخاصة بشركة جنرال موتورز، فإن الحكومة الأمريكية ستدفع 30 مليار دولار تضاف إلى أكثر من 20 مليار أخرى سبق وأن دفعتها على أن تملك 60% من هذا العملاق الصناعي، بينما تستحوذ كندا على 12% بموجب خطط لإنقاذ الشركة وإصلاحها. كانت جنرال موتورز قد أعلنت إفلاسها بعد تقدمها بطلب إلى إحدى محاكم الإفلاس بمدينة نيويورك، وسيتم تأميم الجزء الأكبر من الشركة لصالح دولة الولايات المتحدة من أجل إعادة ترتيب أوضاعها. ويمثل إفلاس جنرال موتورز أكبر قضية لطلب الحماية ضد الدائنين في تاريخ الاقتصاد الأمريكي. وأصبحت جنرال موتورز ثاني ضحية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية في قطاع السيارات الأمريكي خلال 30 يوما بعد منافستها كرايسلر التي سبقت جنرال موتورز بإشهار الإفلاس وطلب الحماية من الدائنين. وتأمل الحكومة الأمريكية في إعادة شركة جنرال موتورز على وجه السرعة إلى المسار الصحيح، وتسعى لتحقيق ذلك خلال 60 إلى 90 يوما من تاريخ إشهار الإفلاس.